الكوميونيكيشن بروتوكول. كتير من حضراتكم بعت قال لي اعمل حلقه منفصله عن الكوميونيكيشن بروتوكول، وانا عارف ان كتير سمع الكلمه دي منكم وممكن ما يبقاش عارف ايه هي، فلذلك قررنا اليوم نتكلم عن الكوميونيكيشن بروتوكول، فخليكم معانا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات تعليم الـ BLC المقدمة من قناة رقمية. قبل ما نبتدي الحلقة، بالنسبة للناس اللي بتسأل على الكورسات، هتلاقوا لينك موقعنا على الإنترنت في خانة الوصف، ادخل عليه هتلاقي كل تفاصيل الكورسات الأونلاين وكيفية الكورسات وعدد الساعات والأسعار وكل شيء، ادخل خد لفة هتلاقي كل التفاصيل. المهم ندخل في الموضوع. كوميونيكيشن بروتوكول، طبعا الكلمة دي بنسمعها كتير، مش في الـ BLC بس، ولكن يمكن بنسمعها في كل الانسترومنتيشن اللي بنشتريها. وتقدر تقول ان الكوميونيكيشن بروتوكول هي التطول للهاردواير، بمعنى ابسط محاوله تقليل الوايرنج واخذ كل الاشارات عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول. تعال ناخد امثله توضح الفكره اكتر. مثال الناس بتسال عنه كتير وهو الدرايفز او الفي اف دي او الفي اس تي، ايا كان الاسم اللي انت بتقوله عليه، ممكن توصله بالبي ال سي عن طريق الهاردواير، ولكن طبعا بيبقى محدود جدا لان حسب الاي او اس اللي بيوفرها لك الدرايف نفسه. فعلى سبيل المثال لو عندي 3 ديجيتال الاوتبوت متاح في الدرايفز ومثلا 2 انالوج اوتبوت، فبنستخدم الثلاثه ديجيتال اوتبوت في الريدي تو ران سيجنالز، الفيدباك والامرجنسي ستوب، وهنستخدم الاثنين انالوج اوتبوت مثلا في السبيد فيدباك والكرنت مونيتورنج. طبعا في معلومات اكتر من كده في الدرايف، ولكن ما بنقدرش نوصلها بالبي ال سي بسبب محدوديه الاي او اس اللي متاحه في الدرايف، وده كله بجانب ان كل نقطه بتاخدها بتوصل لها وايرز وبنستخدم لها بي ال سي ميديولز سواء ديجيتال او انالوج. طيب ايه الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني هو الكوميونيكيشن بروتوكول. في كل شركه مصنعه للدرايف بتعمل اوبشنز، اما ان يكون الاوبشنز الكوميونيكيشن بروتوكول ده بيلت ان، او ان هو موديول خارجي انت بتشتريه وبتركبه في الدرايف. وعن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول ديت بتنقل كل الداتا من الدرايفز للبي ال سي سواء كانت ديجيتال او انالوج. دايما الشركات المصنعه بتعطيك في المانوالز حاجه اسمها السيجنالز مابينج زي اللي موضحه قدامكم، دي بتبقى مربوطه بالداتا ماتريكس بالدرايف، وحضرتك كل اللي عليك انك بتاخد السيجنالز ديت وتنقلها على داتا بلوك عندك وفي البرنامج بتستخدمها وتظهرها على السكادا سيستم بتاعك. طيب دلوقتي احنا ذكرنا الطريقتين، ايه ميزه الطريقه دي عندي؟ اولا في الهارد واير كميه الداتا اللي بتنقلها مقيده بالعدد الاي او اس اللي بيعطيها لك في الدرايف. طيب انما في الكوميونيكيشن بروتوكول كميه الداتا اكتر بكتير، تقدر تنقلها كلها وتراقبها، وده طبعا بيبقى امن جدا للحفاظ على عمر الدرايف. ثانيا التوفير في كميه الوايرز والكابلات والبي ال سي ميديولز اللي انت هتستخدمها في الهاردوير. طيب هل في مساوئ للكوميونيكيشن بروتوكول؟ الصراحه ما تعتبرش مشكله او تعتبر مساوئ، هي تعتبر مشكله صغيره لو انت مش مؤسس بطريقه كويسه للنتورك كوميونيكيشن بروتوكول عندك. فممكن يحصل عندك لو انت مش مؤسس صح، ممكن يحصل عندك سيستم داون او تتاثر كابلات الكوميونيكيشن كيبل بكابلات الباور، لان في بعض المصانع بنلاقي ان في ناس ممشيه كابلات الكوميونيكيشنز بكابلات مع كابلات الباور على نفس الكيبل تري، وبتساعد بتبقى الكوميونيكيشن نتورك ماشيه بطريقه عشوائيه وبالذات في المصانع الكبيره، وساعات بنلاقي كونفليكت في الهاردوير ادريسز واشياء على هذا القبيل. طب احنا فهمنا كده الفرق في التوصيل عن طريق الهاردواير وعن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول. ايه هي بقى انواع الكوميونيكيشن بروتوكول؟ انواع الكوميونيكيشن بروتوكول المعروفه في التحكمات الصناعيه هي بروفي باس، وطبعا اللي بتستخدم مع سيمنز باس والمود باس والار اس 232 والار اس 485، وفي الايزر نت والنسخه الصناعيه منه واسمها البروفي نت، وفي كورس مقدم من سيمنز موجود فيديوهاته عندي احاول اترجمها واقسمها على اجزاء وانزلها بتتكلم عن كيفيه نقل الداتا عن طريق البروفي باس. احنا نزلنا قبل كده كورس كامل من سيمنز مقدم من سيمنز على الاندستريال ايثرنت وترجمناه، هتلاقيه في بلاي ليست لوحده زي ما شايف قدامك كده، زي ما موضح قدامك، لو لسه ما شفتهوش ادخل وشوفه هتستفيد منه جدا. طيب هو ده بس الكوميونيكيشن بروتوكول للربط بين الدرايف والبي ال سي، ده مثال واحد فقط وقيس على كده امثله كتير. تعال نقول مثال كمان مش خساره فيه. في اللو فولت سويتش جير زي ما هتلاقي مثلا في سيمنز حاجه عندهم اسمها السيمي كود، جهاز صغير كده زي اللي ظاهر قدامك ده متوصل على كل دي بي ومتجمع كله مع بعضه سيريز وخارج منه طرف متوصل على البي ال سي. عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول اللي متوصل بالبي ال سي دوت بتقدر تقرا كل السيجنالز اللي موجوده في الدي بي بدون توصيل واير واحد، وطبعا هتقدر تشغل وتوقف الدي بي دوت من طريق الكوميونيكيشن بروتوكول بدون استخدام اي واير. طيب مثال كمان،
في الميديوم فولتج سويتش جير في حاجه بنستخدمها اللي هي البروتكشن ريلي. على سبيل المثال في سيمنز اسمه سيبروتك، زي ما موضح قدامكم، عن طريقه بتقدر تقرا كل الاشارات وكل نقط الحمايات، وتقدر تشغل وتوقف السويتش جير دوت عن طريق البي ال سي، عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول، برضه بدون استخدام اي واير. عايزين امثله كمان؟ طيب خدوا اخر مثال علشان انتوا تستاهلوا. لسه مندوب شركه موازين كبيره كان قاعد معايا وبيعرفنا على اللود ويينج سيستم الجديد المستخدم في الواي بريدج اللي عنده. والواي بريدج ديت هي ميزان للسيارات او التراكس عشان توزن العربيات النقل الكبيره، زي اللي موضح قدامكم بالظبط. الطبيعي في السيستم دوت المتعارف عليه ان بيبقى فيه عدد معين من اللود سيل حسب حجم الميزان والسعه بتاعته متوصلين ببعضهم وطالعين في جانكشن بوكس، ومن الجانكشن بوكس ده واخدين سيجنال للكنترولر عشان يبين الوزن. هما بقى عندهم نوع من اللود سيلز دي بتتوصل ببعضها عن طريق بروفي نت، وبيتوصلوا ببعض على التوالي وطبعا في الاخر بيتوصلوا بالكنترولر، وده اداهم مساحة في كمية نقل المعلومات اللي من اللود سيل للكنترولر اكبر، وسهولة عملية الكاليبريشن وسهولة عملية الترابل شوتنج، وطبعا في دقة في الوزن لانه مفيش اي واير بيستخدم، فبالتالي مفيش اي ريزيستنس للواير ده ومفيش اي لوسز في السيجنال. وطبعا الامثلة كتير لو قعدنا نذكرها من هنا لبكره مش هنخلص. يكفي ان اقول ان معظم الانسترومنتيشن دلوقتي شغاله عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول عشان تتيح كميه نقل الداتا الكبيره ودقه القراءات. واصبح فكره الكوميونيكيشن بروتوكول من الاشياء اللي بتدخل في تقييم المصانع وقد ايه انت واقف من الثوره الصناعيه الرابعه، ودي هنعمل لها حلقه لوحدها ان شاء الله. وبس كده، مش عايز اطول عليك وادخل في تشعبات كتير وتتوهوا مني. اعتقد ان كده الموضوع بتاع الكوميونيكيشن بروتوكول بقى واضح كاساسيات ليك. كل اللي عليك لو حبيت تتعمق في الموضوع ادخل على كل بروتوكول واقرا منه، هيفيدك كتير الموضوع ده، وهيوضح لك ازاي تم التطور على سبيل المثال من الـ RS232 للـ RS485 وغيرها. ودي كانت كل حاجة في حلقتنا اليوم، ونشوفكم في حلقة قادمة بمعلومات مفيدة ان شاء الله. ولا تنسونا بصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.